السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة رابعة ابتدائي مع درس جديد الحصة 12 لاكور دو فيرب افيك سو سوجي، اتفاق الفعل مع الفاعل. اتفاق الفعل مع الفاعل عندنا، لاحظوا سي لو سوجي اي تو سانغولي، كيكون الفاعل في المفرد. لو فيرب سو كونجوغ او سانغولي، الفعل يصرف في المفرد ايضا. إذا كان الفاعل سوجي في السنغولي، الفعل يصرف في السنغولي. إذا كان الفاعل في صيغة المفرد، الفعل يتم تصريفه بصيغة المفرد. عندنا مثال، لاحظوا إيل بارل، لاحظوا الضمير إيل. إيل هو في المفرد في السنغولي، ليس جمع، ما فيهش آس، هو في المفرد. إذا الفعل مباشرة يكون في المفرد، إيل بارل، إيل بارل. لاحظوا الفاعل هنا في المفرد، يكون الفيرب في المفرد، هنا مصرف في البريزون، إيه قلنا معها في الحاضر في البريزون. اذا دائما الفاعل يتبع الفعل، اذا كان في الفعل الفاعل في المفرد يكون الفعل في المفرد. سي لو سوجي اي تو بلوريال، اذا كان الفاعل في الجمع، الفعل يصرف ايضا في الجمع. لو فيرب سو كونجوغ او بلوريال، نصرفوا الفعل في البلوريال. اذا كان الفاعل جمع نصرفوا الفعل في الجمع. مثال، عندنا مثال اكزامبل، اي لافيك اس، هنا مصرف السوجي، هنا السوجي في البلوريال في الجمع. اذا مباشره يكون الفيرب في الجمع، ايل بارل او انتي. لاحظوا هنا الجمع بلوريال، هنايا بلوريال، كيكون السوجي مفرد يكون الفيرب مفرد. عندنا تدريب اكزارسيس، شوازي لو فيرب كي كونفيان، اختر الفعل بما يناسب. عندنا الجمله الاولى، ال ادمير، ادمير لي فلور، هو هي هن معجبات بالازهار. ال افيك اس، هنا سانغولي او بلوريال، عندنا هنا بلوريال، الافيك اس بلوريال، اذا راح يتبعها الفيرب يكون بلوريال، ما يتبعهاش مفرد. يكون السوجي جمع يتبعو مفرد، خطا. اذا كان السوجي جمع يتبعو جمع، اذا الاجابه هنا او انت، هنا او انت، اذا راح نشطبو على المفرد، الفيرب المفرد. عندنا ما سوغ اختي، ام نديرو ام او هذه ولا ام او اس، لا ناتاسي، اختي تحب السباحه. اذا ما سوغ هي ال، معناها ال تاع المفرد، ال تاع المفرد. اذا ما نديروش تاع الاس، نديرو هذه، اذا راح نشطبو على هذه. اذا ما سوغ ام لا ناتاسيون، هنا السوجي مفرد راح يتبعو المفرد، ما يتبعوش الجمع. تو روغارد، روغارد سيت بيل بلاج، انت عندنا تو تبعها او اس، ما تبعهاش. اذا راح نشطبو على هذا الفعل. دائما اذا كان مفرد يتبع فيرب يكون مفرد، اذا كان جمع يتبع الجمع.